أنا آمال السحري، في عمري 18 سنة. أنا كنسكن في مدينة ميلانو لومباردية في إيطاليا، وفي هذه المدينة أنا فزت فيها في أحسن نقطة في الفلسفة لمدرستي فيها العلوم. أنا ملي شفت النقطة ديالي كنت فرحانة بزاف، أنا حسيت بأن أنا فخورة براسي، وملي وجدت عائلتي على هذه النقطة ساهما قدموا لي الفرحة ديالهم، وزعما هما كانوا فخورين بيا بزاف، وملي قالوا لي بلي غادي نتكرم في مهرجان في القرن صالح أنا كنت فرحانة بزاف، وحتى هما اليوم احنا حاضرين هنا كاملين وفرحانين بزاف. كنبغي نشكر جلالة الملك محمد السادس على المحبة اللي كيوري لنا احنا الناس في الجالية، وعملت في قرن صالح والمدينة كاملة، وأصلي مرابطي أنا. ملي كيكون الواحد كيقرا خصوصا على برا كيلقى بزاف ديال الصعوبات في طريقه، ولكن الواحد خصو يقدر خصو يتجاوزهم، خصو يكون قوي. انا حسيت بالستريس والضغط بزاف على راسي، ولكن انا عرفت باللي هادشي اللي كندير غادي يحتاجه في المستقبل، واصلا انا باغا نفتخر بعائلتي، وبغيت نعطيهم الحياه اللي هما احتاربوا عليا باش يمشيوا لبرا، وبغيت نقول للتلاميذ في برا والجاليه بان واخا يكون الصعوبات بزاف في طريقهم، اي حاجه تقدر تكون زعما تقدر تجوج على كل شيء، المهم يكون عقلكم وقلبكم مستعد ويكون وتكونوا قويين، حقاش كل شيء يقدر يتجاوز، وكنتمنى لهم الجواز ان شاء الله. الحمد لله ان احنا في مدينه القيبن صالح اللي كرمتنا وشرفتنا بهذا الحضور ديالنا وبتكريم ديال بنتنا هاجر نافيدي على مستوى المنطقه وعلى المستوى الديار الايطاليه. نتمنوا بحال المبادره تتكرروا باش يكون تشجيع لابنائنا وابناء جميع المهاجرين على الخارج. طبيعة الحال كان فخر كبير ليها، وهي كانت باسم ديالنا كتشكركم بزاف، وهذا وكتمنى يكون لكل الاولاد اللي كينجحوا كيطلعوا يعطيوهم قيمه. اليوم انا كنصحهم باش يشجعوهم بزاف الدراسه، لان الدراسه هي الحياه في كل مكان، لا في اوروبا ولا في المغرب، الدراسه هي كل شيء. ماشي الواحد كيقول مشي نهاجر مشي نخدم، لا، الدراسه هي اللي كتعطي الجيل الجديد قيمه وموقع في البلاد ديال اوروبا. معلوم هذا فخر ماشي غير لينا حنايا، اييه هذا راه فخر للبلاد المغرب وفخر لينا حنا قبل من المغرب. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.